السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم طلابي بدرس اليوم، وهو عبارة عن مراجعة الفصل الثالث والرابع والخامس من مادة التاريخ للثالث المتوسط. سنتحدث اليوم عن الغزو البرتغالي والإسباني للوطن العربي والمقاومة العربية له. كما تحدثت في الدرس السابق أن الوطن العربي تعرض لعدة هجمات من الشرق تمثلت أو أشهرها كانت الغزوات المغولية. أيضا في نفس التوقيت تعرض لهجمات من الغرب كانت أشهرها الحملات الصليبية، تحدثت عنها في الدرس السابق. وفيما بعد في وقت لاحق كان هناك أيضا غزوات أوروبية استعمارية، كان أقدمها هي غزوات البرتغال والإسبان للوطن العربي، الذين يعتبرون من أقدم القوى الأوروبية التي بدأت حملاتها على الوطن العربي. فبدأت محاولات تلك القوتين بالاحتلال أو السيطرة على سواحل الوطن العربي، سواحل الوطن العربي الشمالية المطلة على البحر المتوسط، وأيضا سواحل الوطن العربي المطلة على البحر الأحمر أي في الساحل الأفريقي، وسواحل شبه الجزيرة العربية والخليج العربي. فكيف بدأ ذلك؟ أولا عندنا غزو المغرب من قبل البرتغال والإسبان والمقاومة العربية له. الجملة الأولى هنا عندنا التي سأقرأها الآن هي جملة فراغات ربما أن تأتي في الأسئلة الوزارية. واجه المغرب العربي في أعقاب انتهاء دولة الموحدين التي تفككت بعد 10 سنوات من نهاية الدولة العباسية موجة من الانقسام والفوضى والاضطراب. للتوضيح فقط طلابي، دولة الموحدين هي دولة أنشئت في المغرب العربي، كانت ترد هجمات الإسبان والبرتغاليين الآتين لها من الشمال. كانت في بداية دولة قوية استطاعت حماية حدودها، ولكن فيما بعد تعرضت إلى الانقسام والفوضى، مما استفاد من ذلك المستعمرون الأوروبيون وعلى رأسهم البرتغاليون. من أجل ذلك بدأوا بالتوسع والحصول على مستعمرات لهم في تلك المناطق. في البداية استولوا على سبتة المطلة على البحر المتوسط، كما أيضا حاولوا الاستيلاء على مدن مغربية وجزائرية أخرى. بعد دولة الموحدين جاءت في أعقابها الدولة السعدية. دولة السعدية ربما تأتي تعريف، هي أيضا قامت في نفس المنطقة الجغرافية التي قامت فيها الدولة الموحدية، ولكن ربما أن تأتي تعريف. يمكن أن نعرفها بأنها دولة تأسست في النصف الثاني من القرن السادس عشر في المغرب الأقصى، بذلت جهودا كبيرة للحيلولة دون استمرار البرتغاليين في التوسع. حققوا أيضا على البرتغاليين نصرا مشهودا، وكان ذلك في معركة وادي المخازن. وادي المخازن أيضا ربما أن تأتي تعريف وهي هامة أيضا، يمكن أن نعرفها كالآتي، وهي المعركة التي حققت فيها الدولة السعدية انتصارا مشهودا على البرتغاليين، وكانت عام 1578 للميلاد. كان هذا الانتصار من أهم العوامل التي أضعفت البرتغاليين وردتهم على أعقابهم. وبعد زوال الدولة السعدية حل مكانهم الأشراف العلويون. يمكن أن تأتي دولة الأشراف العلويين كتعريف، نقول بأنها الدولة التي حلت مكان السعديين في حكم المغرب العربي، والذين ظهرت في عهدهم مطامع الإسبان ونافسوا البرتغاليين على احتلال مواقع لهم في المغرب، فاحتلوا مدينتي سبتة ومليلة وبعض الجزر الأخرى. أيضا عندنا جملة ربما أن تأتي سؤال كفراغات، وهي أن تمكن الإسبان من إنهاء الدولة الإسلامية في الأندلس عام 1492 للميلاد. عندنا هنا تعليل جاء بأحد السنوات السابقة كتعليل وزاري، لقد قاوم الجزائريون القوات الإسبانية بشجاعة نادرة. يمكن أن نكمل الجملة ونجاوب، لكن عدم امتلاكهم للأسلحة الكافية أدى إلى انسحابهم من الساحل ومنع الإسبان من التوغل إلى داخل البلاد. أيضا عندنا استبسل أهل طرابلس وسكان تونس في الدفاع عن بلادهم، إلا أن المقاومة لم تستمر طويلا بسبب الأسلحة الحديثة والتنظيم العسكري الذي امتلكه الغزاة الأعداء. وهكذا كان الغزو البرتغالي والإسباني للمغرب العربي جزءا من خطة استعمارية لتطويق الوطن العربي وتدمير اقتصاده ومنع أي محاولة للتعاون بين عرب المشرق والمغرب.
ثانياً غزو الخليج العربي والمقاومة العربية. وجدت القوات الاستعمارية أن مصالحها السياسية والاقتصادية تقضي إحكام الطوق على الوطن العربي، لذلك تقدموا نحو منطقة الخليج العربي وبدأوا بتغيير طرق التجارة العالمية من طريقها الرئيسي المار عبر العراق والشام ومصر إلى طريق رأس الرجاء الصالح الذي تم اكتشافه في نهاية القرن الخامس عشر للميلاد. نذكر هنا أن كانت الطرق التجارة العالمية القديمة تمر عبر بلاد الشام والعراق ومصر، إلا أن اكتشاف رأس الرجاء الصالح من قبل الإسبان والبرتغاليين أدى ذلك إلى تحويل طرق التجارة عن الوطن العربي. من أجل ذلك قررت أو وجدت القوى الاستعمارية أن يجب أن تحقق مطامعها في احتلال الوطن العربي بكل من كل نواحيه وكل أطرافه. إلا أن اليعاربة كانوا موجودين في عمان استطاعوا طرد البرتغاليين من السواحل الخليج العربي بعد معارك طاحنة. أيضا حاول الهولنديون الذين وصلوا إلى الخليج العربي أسسوا فيها شركات تجارية استهدفت احتكار التجارة في الخليج العربي ومنافسة التجار الإنجليز هناك، مما اضطرهم إلى الانسحاب بعد مقاومة شديدة. من هم أو من هو الشخص الذي قاد المقاومة في ذلك الوقت ضد الغزوات الأوروبية؟ هنا هو شخص كان يسمى ناصر بن مهنا، وهو أمير إمارة بندريق. هو الذي يمكن أن يأتي أيضا تعريف، وجاء بأحد السنوات السابقة كتعريف وزاري. نقول أنه أمير بندريق الذي قاوم القوى الأوروبية وخاصة الهولنديين الذين اضطروا للانسحاب فيما بعد من أراضيه. أيضا إمارة بندريق التي كان يحكمها ناصر بن مهنا يمكن أن تأتي تعريف، نقول وهي قاعدة عربية مقابل جزيرة خرج على الساحل الشرقي للخليج العربي، كان أميرها ناصر بن مهنا. ثالثا التحالفات الأوروبية الصفوية للسيطرة على الخليج العربي، الأوروبية من جهة الغرب والصفوية من جهة الشرق. عندنا هنا سؤال جاء بأحد السنوات السابقة كتعليل وزاري، علل أو وضح تعاون الصفويون مع المستعمرين البرتغاليين عام 1515، أي ماذا حصل في ذاك التاريخ؟ نذكر هنا أن وجد الصفويون في الغزوات الأوروبية فرصة لتحقيق مطامعهم التوسعية في الخليج العربي، وخاصة وأنهم كانوا في صراع كبير مع الدولة العثمانية التي كانت مسيطرة على الوطن العربي في ذلك الوقت. من أجل ذلك تعاونوا مع الأوروبيين، وخاصة بعد أن سيطر البرتغاليون على مضيق هرمز. مضيق هرمز هو الذي يقع في الخليج العربي حاليا، هو يفصل بين شبه الجزيرة العربية أي الخليج، دول الخليج العربي وإيران. من أجل ذلك أرسل الشاه إسماعيل الصفوي عام 1515 مبعوثا إلى البرتغاليين يطلب منهم إعطاء سفنا لكي يتمكن من غزو البحرين والقطيف. البحرين والقطيف نعرف أن البحرين هي جزيرة موجودة مقابل سواحل شبه الجزيرة العربية الشرقية، والقطيف هي مدينة موجودة حاليا على ساحل البحر الخليج العربي. لذلك كان على العرب في ذلك الوقت أن يقاوموا التحالف الأوروبي الصفوي الطامع في أراضيهم. سأتحدث الآن عن توسع العثمانيين في الوطن العربي. كيف نشأت الدولة العثمانية وكيف توسعت؟ في البداية عندنا تعريف العثمانيون، وهو تعريف مهم ربما أن يأتي بالأسئلة الوزارية. نقول أنهم قبائل تركية نزحت من أواسط آسيا واستوطنت في الشمال الغربي من بلاد الأناضول، وقد سموا بذلك نسبة إلى مؤسس الدولة العثمانية وهو عثمان بن أرطغرل. فاستفاد العثمانيون من الظروف الانقسام والتجزئة التي كانت موجودة في الدولة البيزنطية في منطقة الأناضول، فوسعوا أملاكهم وعبروا إلى الجانب الأوروبي، واستطاعوا أن يسيطروا على مجموعة من المدن في الجانب الأوروبي من منطقة الأناضول، فسيطروا على مدينة أدرنة، وبعد ذلك تمكن السلطان محمد الثاني أو الملقب بالفاتح من فتح القسطنطينية أو السيطرة على القسطنطينية عام 1453 للميلاد، وغير اسمها سحيث وسماها إسطنبول أو الأستانة،
والتي تعني معنى ذلك كلمة دار السلام أو الإسلام، واتخذها عاصمة للدولة العثمانية. يمكن أن يأتي محمد الفاتح أو محمد الثاني أيضا كتعريف، أو يمكن أن يأتي من هذان التعريفان أسئلة فراغات. ثانيا، توسع العثمانيين في الوطن العربي. ما هو السبب الذي يعود إليه توسع العثمانيين في الوطن العربي؟ هذا السؤال جاء سابقا بالأسئلة الوزارية كتعليل. يمكن أن يكون الجواب بسبب توجه البرتغاليين نحو الشمال الغربي من الساحل الأفريقي والمياه العربية الجنوبية المتمثلة بالبحر الأحمر والخليج العربي، أيضا ظهور الدولة الصفوية في بلاد فارس وادعائهم بتزعمهم المسلمين. من أجل ذلك بدأت الدولة العثمانية باندفاعها جنوبا وشرقا بسيطرتها على الوطن العربي. فكان ذلك في بداية عهد سليم الأول، وهو أحد السلاطين العثمانيين، فاتجه شرقا أولا لمواجهة الصفويين، وفعلا خاض معهم معركة جلديران عام 1514، واستطاع أن يدخل عاصمتهم تبريز وأن يبعد خطرهم عن العراق. أيضا بعد ذلك وبعد عامان اتجه جنوبا إلى منطقة بلاد الشام ومصر، فسيطر على حلب أو خاض معركة قرب حلب تسمى معركة مرج دابق عام 1516، واستطاع أن يقضي على نفوذ المماليك في ذلك الوقت في منطقة بلاد الشام. أكمل طريقه جنوبا إلى مدينة القاهرة وأنهى حكم المماليك عام 1517، وبعد ذلك أعلنت كل من منطقة الحجاز واليمن تبعيتها للدولة العثمانية بعد انتهاء حكم المماليك في ذلك الوقت. يمكن أن يأتي تعريف سليم الأول في الأسئلة الوزارية. نقول بأنه تولى الحكم عام 1512 و1520 للميلاد، قاد معركة جلديران ضد الصفويين وانتصر عليهم، أيضا قاد معركتي مرج دابق والرديانية ضد المماليك وانتصر عليهم أيضا، وبذلك أصبحت العراق وبلاد الشام ومصر والحجاز تحت حكم العثمانيين. أيضا معارك سليم الأول ممكن أن تأتي كتعريف في الأسئلة الوزارية أو ربما تأتي فراغات. نقول أن معركة جلديران وقعت بين الصفويين والعثمانيين عام 1514 للميلاد قرب مدينة تبريز بأذربيجان، وكان من نتائج المعركة انسحاب الصفويين وسيطرة السلطان سليم الأول على مدينة تبريز عاصمة الدولة الصفوية آنذاك. عندنا المعركة الأخرى هي معركة مرج دابق، وقعت بين المماليك والعثمانيين في عام 1516 للميلاد قرب مدينة حلب، وانتصر سليم الأول في هذه المعركة فتوجه بعد ذلك جنوبا نحو مصر. الريديانية وهي المعركة أيضا وقعت بين المماليك والعثمانيين عام 1517، أي بعد عام واحد من معركة مرج دابق، وقعت قرب القاهرة وانتصر فيها العثمانيون بقيادة سليم الأول وأنهى بذلك دولة المماليك. وبذلك طلابي أصبحت كل من العراق وبلاد الشام ومصر والحجاز واليمن تحت سيطرة العثمانيين، ولكن لابد أن ننوه أن بقية اليمن هي الوحيدة التي لم يستطع العثمانيون بدخول جيوشهم عليها، إنما بقيت سيطرة العثمانيين على اليمن سيطرة إسمية. التوسع العثماني في العراق والخليج العربي. بعد وفاة السلطان سليم الأول تمكن الصفويون من دخول بغداد مرة أخرى وفرض سيطرتهم على العراق، فجاء ابنه السلطان سليمان القانوني الذي تمكن من استعادة بغداد مرة أخرى من يد الصفويين، وكان ذلك عام 1534 للميلاد، واستكمل أيضا السيطرة على باقي أجزاء الوطن العربي. طلابي سليمان القانوني يمكن أن يأتي كتعريف. الآن عندنا بالنسبة لمنطقة الخليج العربي، كما ذكرت قبل قليل أن اليعاربة هم الذين كانوا مسؤولون عن حماية منطقة الخليج العربي أو سواحل منطقة الخليج العربي ضد الهجمات الأوروبية. ممكن أن نعرف اليعاربة كالآتي: هي دولة صغيرة ظهرت في عمان عام 1624 للميلاد، ومن أشهر حكامها ناصر بن مرشد وسلطان بن سيف، اللذان قادا حركة واسعة لتحرير الخليج العربي
وطرد القوى الأوروبية وخاصة البرتغاليين الذين اضطروا إلى الانسحاب من الخليج العربي بعد معركة تحرير مسقط عام 1650 للميلاد. معركة تحرير مسقط ممكن أن تأتي كفراغات. الآن يوجد عندنا تعليلها، جاء بأحد السنوات السابقة كتعليل وزاري. علل: فشل العثمانيون في وضع حد للهجمات الأوروبية في الخليج العربي على الرغم من إرسالهم العديد من الأساطيل. الجواب: كان ذلك بسبب انشغالهم بالصراع مع الصفويين من جهة الشرق الذين تحالفوا مع البرتغاليين، وإلى بعد قواعدهم البحرية عن المنطقة وضعف أسطولهم البحري. التوسع العثماني في المغرب العربي. عندنا هنا تعليل هام: واجه التوسع العثماني في المغرب العربي صعوبات كبيرة. الجواب: بسبب وجود الإسبان وبعض القوى الأوروبية الاستعمارية الأخرى في البحر المتوسط وسيطرتهم أيضا على بعض موانئ المغرب، ولكن بعد ذلك تمكن العثمانيون من التغلب على هذه الصعوبات والزحف نحو المغرب بطلب من سكانها لإنقاذهم من بلاد المستعمرين الأوروبيين ومساعدتهم على التخلص منهم أيضا. إلا أن العثمانيون ثبتوا أقدامهم في المغرب كجزء من عملية توسعهم في الوطن العربي، فسيطروا على ليبيا وتونس والجزائر، إلا أن مراكش لم يستطيعوا السيطرة عليها، استعصت عليهم، وهذا تعليل آخر. علل: أو لماذا استعصت مراكش في المغرب الأقصى على العثمانيين وبقيت خارج السيطرة؟ الجواب: بسبب امتناع أهلها عن الاعتراف بشرعية السيادة العثمانية في بلدان المغرب العربي، لذلك ظلت هذه المنطقة مستقلة عن السيطرة العثمانية طوال قرون عديدة. التوسع الصفوي الثاني في العراق. استمرت السيطرة العثمانية في ذلك الوقت على العراق، ولكن ذلك لم يثني الصفويين عن سيطرتهم أو إعادة فرض سيطرتهم على العراق، وخاصة وأن الحياة السياسية في ذلك الوقت قد تميزت بالاضطراب والفوضى، وازدادت مساوئ الحكم، وتدهورت أوضاع السكان الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، حتى أنه أحد ضباط الشرطة العثمانيين المدعو بكر صوباشي استطاع أن يصل إلى حكم بغداد عام 1621 للميلاد، وتم الاعتراف به من قبل سلطان الدولة العثمانية. فسرعان ما وجد الشاه عباس الصفوي شاه الدولة الصفوية الفرصة سانحة له من أجل إعادة سيطرته على العراق، فأرسل جيشا كبيرا استمر في أو حاصر بغداد مدة 3 أشهر، وعانى خلال تلك الفترة الكثير السكان العراق الكثير من الكوارث والأهوال والفوضى. ولكن في إحدى الليالي تسلل ابن بكر صوباشي المدعو محمد إلى خارج الأسوار وسلم القائد الصفوي مفاتيح القلعة. إذن تم دخول بغداد في هذه المرة بالحيلة، وهكذا تمت احتلال القوات الصفوية لبغداد عام 1623، وتم القبض على بكر صوباشي وقتله، وتم مكافأة ابن بكر صوباشي المدعو محمد بالكثير من الهدايا من قبل السلطان شاه عباس الصفوي من قبل عفوا الشاه عباس الصفوي. رغم كل ذلك كان هناك شخص موجود في جنوب العراق يدعى أفرزياب، وهو ضابط عثماني من أصل عراقي، استطاع في ذلك الوقت أن يقيم سلطة مستقلة له في البصرة، وأيضا استطاع رد الغزوات الصفوية عن العراق أو عن جنوب العراق في ذلك الوقت. إذن عندنا تعريف بكر صوباشي وعباس الصفوي وأفرسياب هي من التعريف المهمة. الآن بعد أن تمكن الصفويون من دخول بغداد كما قلت عام 1623 للميلاد، أرسل العثمانيون حملات عسكرية عديدة من أجل إعادة السيطرة على بغداد، ولكن كان أشهرها تلك التي قادها السلطان مراد الرابع عام 1638 للميلاد، حيث استطاع فيها إعادة سيطرته على بغداد، مما اضطر لانسحاب القوات الصفوية في ذلك الوقت. أيضا من أعمال مراد الرابع أن نظم الإدارة والجيش وأصدر أوامره للدخول بمفاوضات عديدة مع الصفويين من أجل تثبيت أقدامهم في العراق. هنا عندنا تعريف مراد الرابع من التعريف المهمة، يمكن أن نقول له هو سلطان عثماني قاد حملة عسكرية كبيرة
استطاع خلالها استعادة بغداد من الصفويين عام 1638 للميلاد، والذي وقع معاهدة ذهاب معهم. الآن معاهدة ذهاب ممكن أن تأتي كفراغات، ممكن أن تأتي كتعاريف، ممكن أن تأتي أيضا بنود أو ماذا جاء بمعاهدة ذهاب، فهي من المعاهدات المهمة وجاءت بالأسئلة الوزارية سابقا. الآن يمكن أن نعرفها بأنها معاهدة وقعت بين العثمانيون والصفويون في 17 من مايس 1639 للميلاد، بعد أن سيطر العثمانيون على العراق. وقد وضعت هذه المعاهدة الأساس لكل المعاهدات الحدودية اللاحقة بين العراق وفارس. أهم ما جاء بمعاهدة ذهاب أن تعهد الشاه بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للعراق، وعدم التعرض للقلاع والحصون الحدودية، أيضا وعدم تشجيع الحركات المناوئة للعثمانيين في شمال العراق. أخيرا وليس آخرا، عندنا هنا سؤال: اذكر آثار الصراع العثماني الصفوي على العراق. يمكن أن يكون الجواب على النقاط الآتية: كان له آثار بعيدة على واقع الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية في العراق، وكان للحروب الكثيرة وما رافقها من دمار وتخريب وعدم استقرار نتائج سيئة على البلد، فقلت النشاطات السكان وتدهورت أحوالهم الصحية والاجتماعية والثقافية، كما انتشرت الأوبئة والأمراض وكثرت سنوات القحط والفيضانات.